أهرام وأرقام وتحدي الاختبار الحساب الذهني وتصور الأرقام. راح يظهر على الشاشة هرم مؤلف من 4 مستويات، المستوى الأول فقط عليه أرقام. الهدف إيجاد الرقم الموجود في قمة الهرم بطريقة الجمع، والإجابة الصحيحة تعطي صاحبها نقطة. هذه حورية من عائلة الصالح، أسيل وخالد من عائلة حناوي. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. عينكم على الشاشة. يبدأ التحدي بعد 3 2 1. صالح 72. 72 جواب صحيح. الجولة الثانية، جاهزين؟ جاهزين. عينكم على الشاشة. عائلة حناوي 85. وجواب خاطئ. عندكم إجابة؟ 105. 105 جواب صحيح. نشوف الهرم الثالث، عينكم على الشاشة. هادي من عائلة الصالح 128. جواب خاطئ. 111. براو، جواب صحيح. تفضل استريحوا. محمد وعلي، أمجد ورفيف، تفضل عندي. هل بتعززون الصدارة؟ إن شاء الله. ولا بتداركون الموقف؟ يا رب. عينكم على الشاشة. عائلة صالح 59. جواب صحيح. ناخذ الجولة الثانية. عائلة الصالح 52. جواب خاطئ. فرصة تقليص الفارق. حناوي خلص الوقت عليكم. نشوف الجواب الصحيح. 62. الجولة الثالثة فيها التحدي والأخيرة. عائلة الصالح 136. 136 بقول برافو لك لأن أنت اللي غششت أبوك. برافو. تفضل استريحوا. الجولة هذه في تحدي أهرام وأرقام راحت لعائلة الصالح. جبتوا 4 إجابات صحيحة مقابل إجابة واحدة لعائلة حناوي. هذا أول تحدي، باقي تحديات كثيرة. أول 50 نقطة راحت لكم، لكن لا يعني أن انتهى الموضوع.